يا مساء الهنا والسعادة والعسل الأبيض. سوري، والعسل الأبيض. رجعنا لكم تاني. النهاردة معايا مصممة أزياء حقيقي من أشطر الديزاينرز اللي موجودين على الساحة في الوقت ده. كل تصميم عندها له فكرة مختلفة، له روح مختلفة، له طابع خاص بيه. كل حاجة عندها فيها فكرة حلوة. وهي على فكرة مش بس بتعمل ديزاينز للأم وبنتها، لكن هي كمان بتعمل ديزاينز للكبار كمان. معايا النهاردة ضيفتي في فقرة الفاشن، دنيا فاروق. دنيا، بحب أرحب بيكي في عسل أبيض. ازيك يا دنيا؟ دنيا، عايزة أعرف إيه الخطوة اللي أخدتيها عشان تبدأي الكارير ده؟ بصي، أنا في الأول كنت بعمل حاجات، برسم حاجات لنفسي كده، ويعني بساعد صحابي في اللبس، إن إحنا هم يجيبوا إيه لي عليهم كده. بس ولقيت نفسي برسم حاجات حلوة بعملها لنفسي، بلاقي كومنتس حلوة. لكن درستي الموضوع ده؟ فقلت خلاص اتس تايم بقى ان انا ادرس بقى واعمل حاجه لنفسي. فاخدت كورس وبس، والحمد لله، ونزلت بالبراند بتاعي. طب وانت بتشتغلي بايديكي مثلا؟ يعني انت بتقصي وبتعملي باترون وبتعملي الحاجات دي كلها، ولا عندك حد بينفذ لك؟ اوقات كتير مجرد انك انت بترسمي مثلا سكتشز انا برسم سكتش، واوقات كتير بقص معاهم وبساعدهم، بس مش كتير قوي، يعني مش بقعد على المكنه معاهم وكده. يعني انت غاويه اصلا رسم مثلا؟ يعني بتشجعي حد يبقى غاوي الموضوع ده؟ طبعا طبعا، اي حد يلاقي نفسه هو بيرسم ديزاينز، بيحب يرسم حاجات يعملها لنفسه كده، طبعا لازم يدرس. طيب ومين يا ترى اللي ساعدك؟ يعني مين اللي شجعك انك توصلي للاحتراف؟ بصي، كل الناس بصراحه اللي حواليا شجعوني، عيلتي وصحابي وكل الناس اللي حواليا. بس بيتهيألي كمان ان لازم التالنت ده يبقى موجود من جواكي عشان بالزبط تقدري انك انت توصلي بيه لمرحله اكبر. بالظبط بالظبط، لازم انت تكوني تالنتد وانت بتحبي الحاجه اللي انت بتعمليها بس عشان تبقي شاطره فيها. طب قولي، انت بتحبي تشتغلي بقى بكل الخامات ولا عندك خامات معينه؟ بصي، الخامه حسب الديزاين، يعني انت في ممكن ديزاين بترسميه مثلا وبتبقي عايزه تنفذيه، بس ما ينفعش غير مع خامه معينه، عارفه؟ يعني انت بتبقي متقيده بالديزاين، انت الديزاين لما بتخلصيه خالص بتشوفي ده بيناسبه ايه الخامه اللي تناسبه. بس انت بالنسبه انك انت بتعملي ديزاينز للام وبنتها، ده غير الكبار خليهم على جنب دلوقتي. بس بما انك انت بتعملي ديزاينز للام وبنتها، فبالتالي بيبقى في خامات معينه مثلا لازم تستخدميها، والوان معينه تلتزمي بيها عشان البنات الصغيرين، مش كده؟ بالظبط. بصي، دايما في الكولكشن بتاع الام وبنتها بحب ابقى عامله الحاجات للاطفال. طبعا الاطفال مثلا ما ينفعش يلبسوا حاجه سلك حرير مثلا، خلاص هيبوظوها في ثانيه، عارفه؟ فدايما الحاجات اللي بتبقى عمليه معاهم، الحاجات الاقطان مثلا، الحاجات اللي هي بتتغسل بسهوله، والحاجات اللي يقدروا يبقوا براحتهم فيها. طيب احنا ممكن نشوف صوره من الصور من الديزاينز بتاعتك. اوكي، ده الكولكشن بتاعتي. ده موضه قوي اللي هو الكيمونو ستايل ده. الكيمونوز الطويله ده مغربي، ستايل مغربي، هو بكابيشون كده من ورا وبس. في متحدد كله بالالوان بتاعت الصيف بقى، وبس مخطط ابيض في اسود. ده مفتوح من الجنبين علشان يناسب الطوال والقصيرين. بس ده انت مثلا عاملاه بس للكبار؟ ده للكبار بس، ده مثلا ما ينفعش كيدز، ما ينفعش اطفال. ده فيست هاي اند لو، ده معمول كله باتش ورك. باتش ورك دي قصايص القماش بتتعمل بالايد، بتتركب على بعضها، يعني مفيش حاجه بتترمي يعني. بالظبط. بنستغله. وبس، وكله بالبونبونات الاوف وايت ومتحدد بالجولد. ده كان في رمضان، وستيل برضو ممكن يتلبس على دراس زي ما هي لابساه. زي لا، ممكن يتلبس على مثلا جينز او حاجه كده يعني. بالظبط، على جينز، على شورتس في الصيف، على دراس، يعني مناسب لكل الاوقات يعني. ده هو بس من الجنب. بالظبط. اوكي، بس عايزه اقول لك انه ما كانش باين كده. عشان هي لابسه عليه بل. ما هو انت ممكن تلبسي عليه حزام وممكن تسيبيه كده من غير حزام، فشكله بيختلف في الاثنين. بتلتزمي يا ترى بخطوط الموضه العالميه، ولا بيبقى عندك مثلا انت الفكره بتاعتك؟ بصي، طبعا، يعني حاجه زي ده مثلا. ده جولد، ده انت عارفه الحاجات الميتاليك موضه جدا قوي الصيف ده. بالظبط، ده يعني الكتف ده واسع خالص، وده نص كم عادي. وبس ممكن تدخليه كده جوه الجينز، وممكن تلبسيه عادي من غير ما تبقي مدخله جوه. بيبقى طويل الجينز مثلا؟ بيبقى طويل من جنبه وقصير من الجنب التاني. اوكي،
ده كوفر اب، ده بقى ممكن توب للمحجبات، ممكن كوفر اب كده على المايو في البحر بقى على شورتس والصيف جاي. بس ده قماشه هندي. دخنته ايه، حرير؟ لا ده فيسكوز. فيسكوز بس وعايزه اقول لك ان هو ممكن كمان يتلبس برضو على جينز تاني. بالظبط بالظبط، انا بقول لك يعني ممكن باي طريقه يتلبس. الناس المحجبات بيحبوا الحاجات تبقى مره بحزام ومره من غير بالزبط. حزام. بالظبط حلو قوي. ده الوانه بهراني. ده ديجراديه الوان مع بعضها، وفي كنور من تحت وبس. ده كيمونو مفتوح برضو، ممكن تلبسيه على جينز على شورتس على اي حاجه برضو. ده برضو ده كارديجان بقى قصير مش طويل. بس ده متحدد بالانسعاف. الشراشيب موضه قوي بس. ايوه دي شراشيب قصيره. شراشيب صغيره بالظبط، وكوتن كمان. مش عارفه الشراشيب اللي انت متعوده عليها التانيه، لا ده الشراشيب بتاعته قطن اوف وايت. اما لذيذه بشكل. دي بصي رسمه افريكان ومعموله بالكوينز كلها. وده ممكن بقى دريس، ممكن على الجينز، ممكن شورت، وممكن يتلبس في البحر كمان. بالظبط، يتلبس دريس كده في البحر، وممكن على الجينز، وممكن شورت، لونج تي شيرت يعني. ده اللي انا لابساه. ده زي اللي انت لابساه. بس انت شوفي انت لابساه بطريقه وعارضاه بطريقه مختلفه. ما هو يتلبس بقى ممكن شميز مقفول زي ما انا لابساه وتربطيه كده، او حتى تسيبيه، وممكن تلبسيه زي كارديجان تفتحيه وهو مفتوح من الجنبين برضه عشان يبقى مناسب مع اي جسم، عارفه؟ كل الحاجات دي مش مناسبه بس للكبار مش للاطفال. دي للكبار. اوكي كل ده لسه. طب قولي لي لو في مثلا قطعه عندك من زمان او ديزاين انت عملتيه السنه دي بس انا محتفظه بيه بحبه وكده، بس في الوقت نفسه عايزه اغير فيه. بتقترحي مثلا الواحد يعمل فيه ايه؟ هل في مثلا تريكس معينه ممكن نعملها؟ في تيبس تقدري تقوليها لنا؟ اي ديزاين عندك ممكن تغيري. ممكن مثلا حاجه تلبسيها بحزام، ممكن من غير حزام، ممكن زي ما انا عامله كده تلبسيه شميز وتربطيه مثلا من قدام. موضه قوي انك تعملي كده السنه دي على جينز، بيبقى شكله حلو قوي. وممكن تفتحيه از كيمونو او كارديجان او كده. يعني انا متخيله عارفه ان موضه مثلا الكيمونوز دي والكارديجانز ممكن انها تختفي بعد شويه. بالظبط، ممكن بقى تلبسيه مثلا تربطيه كده، تلبسيه تبقي قافله. ممكن تلبسيه بلت فما يبقاش كيمونو ولا كارديجان مفتوح، تبقي لابساه بلت على جينز برضو. ممكن كذا حاجه يعني. هل انت شايفه ان في مثلا ورش معينه او كورسات معينه لازم الواحد ان هو يعملها، ولا بتكتفي بالتالنت بتاعك؟ لا بصي، انت لو عايزه انت عندك موهبه وعايزه انت تكبريها وكده تنميها. بالظبط، انت ممكن انت في ايدك ان انت تاخدي كورس. ولو انت مش حابه اتس اوكي، لو انت بترسمي ديزاين حلو من غير ما انت تاخدي كورس او كده طبعا اوكي. انا بشجع اي حد طبعا انه ينمي موهبته يعني. اكيد اكيد. طيب نقدر نشوف صور للاطفال كمان؟ اوكي. ده كولكشن بقى الام وبنتها. ده ليس، ده بوسي زي دانتيل قطن السنه دي الجديد خالص الماتيريال دي. ده لونه منت وفي فلاورز. الفلاورز دي معموله هاند ميد كلها. بس ده الام وبنتها، ده ممكن توب تتلبس على جينز، وممكن كفر اب في الصيف بس. وحبينا نعمل فوتوشوت بقى بطريقه جديده، ان احنا الاكتيفيتيز مختلف جدا. بالظبط، وبس فطلع حلو قوي الشوت. وبشكر بقى كل الناس طبعا، خالد فضه ومهيتاب. انت عامله برضو نفس الفكره اللي هو الكارديجانز دي بس تالي بخامه مختلفه، مش كده؟ بالظبط، ده شيفون وده علشان الام وبنتها. بصي ده يبقى مناسب للاطفال. ده كله حروف، هو مكتوب كلام وحروف بالنبيتي وهو اوف وايت. والشراشيب بس من تحت مش موجوده في الكم، عشان في الكم بقى في الاطفال انت عارفه مش تبقى عمليه خالص، فموجودة بس الشراشيب تحت كاتم برضو. ده كوفر اب. انت عارفة ان انا شفت واحدة لابساه؟ بجد؟ ولفت نظري جدا. ده كله زرافات، الرسمة زرافات كلها، ومعمول زي كور بولز كده اورنج لون الزرافات. بس ده ممكن على البحر برضو على المايو، ده ممكن على شورتس على بنطلون لوس مثلا، وده يناسب كمان المحجبات علشان مقفول وكم عارفه واسع. صح. ده كمان بس كالر تاني بقى الازرق. هيجن. وبرده الكور اللي فيه زرقاء لون الكفر اب. ده برده التاني بس ابيض وايت.
التاني كان لون مختلف. ودي بقى تيشيرتس. دي تيشيرت بقى دي. طب قولي لي بقى الرسومات اللي على التيشيرت ايه اللي جبتي افكارها منين؟ دي احنا بنرسمها يعني دي كاركترز رمضان، عم فؤاد وشريهان وبكار وعم شكشك كده، وزينة رمضان فوق بس، وبنعملها برينت على التيشيرتس. ودي البنت وامها، دي كانت لرمضان، دي كانت حلوه قوي، كانت عاجبه الناس قوي. هي حلوه فعلا. طب قولي وايه اللي اداكي الفكره انك انت ترسمي حاجات كده اللي هو مستوحاه من الحاجات الشعبيه والحاجات الرمضانيه دي؟ بصي دايما انا من ساعه ما بدات بعمل في كل كولكشن في رمضان كمان بالذات انه الكاركترز بتاعت رمضان القديمه بتاعتنا، عارفه الاطفال يبقوا لابسينها يعرفوها، يعني انا الكيدز اللي اشتروا مني ما كانوش يعرفوا مين عم شكشك، مين عم فؤاد كده، فعارفه انت بتحسي ان انت بتعملي يعني خلاص هيشوفوها الاطفال خلاص ما شوفوا الحاجات دي، فانت بتعملي بتحسي بتعملي حاجه من بلدك وشخصيات مصريه، لازم نخلي برضو الناس كلها تشوفها يعني. طب قولي فكرتي من دلوقتي مثلا للشتا الجاي هتعملي ايه؟ لا لسه شويه. بصي بدات كده يعني كام حاجه كده بس لسه طبعا بقى. بداتي في ايه بقى؟ يعني حاجات بقى الجاكيتس بقى، بشوف ممكن اعمل حاجات تبقى عمليه ازاي للناس يلبسوها في الشتا وبرضو الماتيريال تبقى تقيله. كده يعني انت بتحبي تركزي مثلا في فتره الشتاء على البولوفرز ولا برضو الكارديجنز ونفس الفكره اللي انت ماشيه بيها في الصيف؟ بصي الكارديجنز والتيشيرتس طبعا بس بتبقى بكم بقى ولوس عشان تبقى حلوه على البوتس وكده، ما بتبقاش كده بقى زي ما انت شايفه ستريت ونص كم، لا بتبقى واسعه لوس وكده، الماتيريال بتبقى ثقيله، وبس بحاول بقى نعمل حاجات جديده مختلفه. طب وفي الوان معينه في بالك انك هتستخدميها في الشتاء؟ يعني الغوامق دايما، بس برضو بندخل حاجات كده تبقى كولرز كده يعني برايت شويه. لو في لون مثلا ما هوش موضه السنه دي، لكن سوري لو في لون موضه السنه دي بس انت ما بتحبيهوش برضو ممكن تدخليه، ولا بتحبي تعتمدي على الالوان اللي بتحبيها اكتر؟ بصي انا دايما بعمل الالوان اللي بحبها، بس انت برضو مضطره تشوفي الناس بتحب ايه، الوان ايه، وايه الموضه، وبتدخليه بقى مع حاجات كده تناسب الـ يعني الـ مثلا الشتاء او الصيف الوقت اللي انت فيه. بتاخدي رأي بناتك في الديزاينز اللي بتعمليها ولا لا؟ باخد رأيهم طبعا. وبيحبوا الديزاينز بتاعتك؟ بيلبسوها دايما فعلا. وانت بتلبسي زيهم برضو ساعات وكده؟ كتير ببقى لابسه زيهم يعني. طب واصحابهم؟ واصحابهم كمان بيعجبهم قوي الحاجات وبيلبسوا مع بعض كلهم زي بعض بقى. مفيش حد مثلا يجي يقول لك يا مامي او يا طنط اعملي لنا مش عارفه مثلا نفسنا نلبس الشكل ده؟ الكيمونوز انا عملتها عشان هم قالوا اللي هو اشمعنى هم ما يلبسوش كيمونوز. ايوه يعني. عندهم حق. بالظبط يعني يبقى نفسهم يلبسوها وما يلبسوهاش. بالظبط. طيب بتفكري مثلا انك انت تعملي حاجه يبقى الاب كمان ولا ما فكرتيش خالص في الاب؟ بصي ناس كتير قوي بتقولي ان هم عايزين للاب اتليست التيشيرتس بتهيألي ممكن والابن تعملي انا ان شاء الله هعمل لهم يعني الصيف الجاي ان شاء الله هعمل لهم كده. طب وليه مش في الشتاء ده؟ لا الشتاء بقى صعب شويه، هعمل للاب ايه بقى؟ هعمل بقى في الصيف تيشيرتس وكده ان شاء الله يعني ان شاء الله. طب قولي لي في مثلا قماشه معينه بيبقى نفسك تستخدميها لكن صعب انك انت تلاقيها او صعب انك انت تستخدميها، ولا بتبقى الحاجات دي متوفره عادي؟ بصي طبعا في حاجات طبعا ببقى انا عايزه احبها جدا على الديزاين ده وما بتلاقيهاش، وفي حاجات كتيره برضو بتلاقيها يعني، لا عندنا قماشات كتيره حلوه وبس، وساعات بتجيبي من بره حاجات لو انت مضطريه تستخدمي حاجه بس مختلفه شويه. ما فكرتيش تعملي حاجات بتطريز مثلا او حاجات تنفع للسواري او حاجات تنفع للافراح؟ بصي عملت حاجات سواري بس مش بعمل كولكشن كامل سواري، بس لما كاستمر بتبقى ماي كاستمر وعايزه حاجه سواري مني بعملها لها طبعا. وعملت حاجات بقى بالتطريز في الصيف اللي فات والشتاء وكده. طب ما فكرتيش تعملي حاجات للعرايس؟ لا لسه شويه. طب لو عروسه جت مثلا قالت لك يا دنيا ساعديني اعملي لي فستان فرحي؟ ممكن اساعدها بس اعمله لها لا. صعبه ها؟ طب شوية. ايه تخيلك مثلا تبقى العروسه لابسه ايه؟ يفكر لنا في ديزاين كده يوم الفرح مثلا. ممكن لا انا عندي الديزاينز بتاعتي شويه مختلفه يعني، انا بساعد صحابي جدا العرايس وكل الناس برسم لهم حاجات وبساعدهم ان هم يختاروا ايه المناسب ليهم وكده، بس كفساتين عرايس ان انا اصمم لا مش يعني، انا في الحاجات اللي ريدي تو وير اكتر، ممكن بعدين بقى لو لقيتهم كتير اتس اوكي. اصل انا خدت بالي انك انت مركزه اكتر على الحاجات الكاجوال. بالظبط اكتر من الحاجات الابيه. بالظبط.
طب انا عايزاكي تعملي لي ديزاين يا دنيا بالليل. يلا هتلبسيني ايه؟ انت كل حاجه اللي عليك يا نهى. ربنا يخليكي بجد، ده من ذوقك. نعمل بقى دراس كده مختلف، هاين لو كده، قصير في طويل، ممكن نلعب فيه بتطريز كده. هل لسه موضه اللي هي القصير وطويل؟ موضه قوي السنه دي تاني. طب وبالنسبه للصيف، احنا لسه برضو في الصيف، يعني احنا اي نعم بنتكلم على الشتاء، لكن انا بشوف ان صيفنا طويل قوي. يعني بنكمل لغايه تقريبا نوفمبر يعني. لغايه نوفمبر بالظبط بنلبس صيفي. طب ايه الالوان بقى الحلوه اللي هنلبسها؟ بصي، الالوان السنه دي كل الالوان موضه، يعني انت تقدري تعملي الديزاين اللي انت عايزاه باي لون. تستاهل فوسفارك والحاجات دي خلاص. الفوسفارك والحاجات دي خلاص ما بقتش موضه خالص. يعني من الصيف اللي فات خلاص راحت، عارفه. انت ممكن بس بتدخليها في حاجات، يعني ممكن تعملي مثلا كفر اب وايت مثلا او بلو، تدخلي فيه حاجه نايم بسيطه بس، خلاص ما بقتش الدنيا كلها اللي هو النايم الصريح ده زي الصيف اللي قبل اللي فات. خلصت. خلاص خلاص بقى السنه دي. طيب وبالنسبه للميتاليكس، انا خدت بالي لما عرضنا التوب الذهبي قلتي لي الميتاليكس موضه. موضه جدا، موضه جدا السيلفر والجولد، وموضه قوي السنه دي، بيتلبسوا كمان الصبح وبالليل، عارفه. ما بقيتيش خالص متقيده بالليل. يعني ملتزمه انك ما بقيتيش متقيده. طب وساعتها بقى تلبسي معاه ايه يعني؟ وصفي لي كده السات يبقى عامل ازاي، من اول الجزمه للشنطه لكل حاجه. بصي، لو انت الصبح عايزاه على شورتس مثلا زي ما كان في الموديل اللي لابساه، اوكي، انت ممكن تلبسيه على شورت وحتى على سليبر عادي خالص الصبح، عارفه. وحلق كده سيمبل وبس، فاهمه. لو بالليل لو انت عايزاه على لاجنج مثلا، على جينز مثلا سكيني، وبس بتلبسي هيلز، وبس بتلبسي نكلس بسيط، ممكن حاجه بسيطه في ايدك كده، بتخليه يعني ممكن انت تخليه الصبح تلبسيه وبالليل تلبسيه. بشكرك قوي يا دنيا، ميرسي جدا جدا، ويا رب تكوني دايما معانا، ويا رب بالتوفيق دايما، وتفاجئينا كده بموديلات جديده وغريبه وحلوه. ميرسي ميرسي يا نهى. ميرسي، نورتينا يا دنيا.